السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تبارك. كيف المناسبة اللي كتواجد فيها هنا في المكتبة ديال كاين واحد الأستاذ الأشعري عنده شي كتاب تأليف ديالو إن شاء الله، الناس اللي غادي نشوفوا هذا الكتاب المولود إن شاء الله بحول الله ناخذوا على المسالي. البروجي اللي عندك انت شي حاجه غد؟ البروجي اللي عندي انا ان شاء الله اللي تنخدم فيه في اطار جمعيه بسمه للتنميه الثقافيه، هو واحد السباق على المعلومات بين السواديس المدارس العموميه، ولكن حنا ان شاء الله دوزنا واحد ثلاث مرحلات، يعني المرحله الثالثه اللي غتكون غدا ان شاء الله في الفطواكي. اقصائيات؟ لا هي اقصائيات. هي كاينه اقصائيات، يعني كل مرحله كناخذوا فيها دور مدرسه وحده، ولكن غدا ان شاء الله عندنا واحد المؤسسه اللي غادي بعض المؤسسات اللي غيتبعوا هما مدرسه محمد السادس والمركزيه والمقاومه، من هادو غادي ناخذ ثاني وحده باش نوصلوا لثلاث المرحلات، من بعد كاينه مرحله اخرى الرابعه اللي غتكون ان شاء الله الفينال الاخيره اللي غتكون فيها بنو رشيق قنواني وبريجه والمنار. نوع الاسئله والسؤال ثقافه عامه؟ هي ثقافه عامه وكلها باللغه العربيه. وكتشير كلها بالعربية، علاش قصيتو الفرنسية؟ علاش ما تكونش شوية الفرنسية؟ غير شوية حيت من ثقافة عامة ماشي حاجة فرنسية كنظن هي خاصها تكون، ولكن حنا بغينا نخليو هذا كشوط الأول يعني كبروجي، يعني باش غير نحاولوا نقربوا ما بين الجمعية جمعية بسمة تقرب ما بين المؤسسة والنيابة باش تعرف بأن راه واحد العام إن شاء الله العام الجاي غادي تكون واحد مسابقة كبيرة وتكون حتى شراكة ما بين يعني النيابه، تقدر تكون شراكه مع الوزاره، حنا الثقافه مع اي حنا اي باب اللي طرقنا عليه مرحبا. هذه الجمعيه شحال من عام تقريبا انتم؟ هي داخله ان شاء الله في 4 سنوات ديالها. انت باش مكلف؟ انا الرئيس ديال هذه الجمعيه. رشيد النهيدي. وكان بهذا المنبر كنفتح لكل الاخوان اللي كيشوفوني ويسمعوني مرحبا بكم غدا ان شاء الله في الفطواكي مع 10 ديال الصباح، وإلا ما شفتوش هذا العرض ان شاء الله غادي تشوفوا ان شاء الله في الاخباريه ديال الالكترونيه ديك الجرائد ان شاء الله في مازاغون 24 ان شاء الله اللي غادي تكون دايره التغطيه اعلاميه، وكنوعد بانها بغينا تبقى معنا ان شاء الله حتى نكملوا الفينال ديالنا اللي غادي يكون ان شاء الله كنقولوا الا سهلوا معنا المسرح ان شاء الله. والآن قبل ما نفتتح بكلمة رئيس جمعية بسمة للتنمية والثقافة، غادي نعيطوا على التلاميذ اللي غادي يكونوا معنا في الترشيح، فليتفضلوا جميعا كلهم كيف كيف عندنا زيد الناس رئيس الجمعية مسيو رشيد. صباح الخير عليكم. أقول السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية تربوية في إطار الأنشطة التي تقوم بها الجمعية على مدار السنة، وفي إطار برنامج العام المسطر لمثل هذه التظاهرات، يسر جمعية بسمة للتنمية الثقافية بالجديدة أن تجتمع بكم في هذا العرس اليوم الثقافي تحت شعار
الثقافة في خدمة التنمية بصفة عامة جميعا. إذن رشيد من الله القدير أن يرمكم هذه الأنشطة التي تقوم بها في الجمعية. وحتى أن لا أنسى نحن معكم في هذه الآن في مرحلتها الثالثة التي تحط رحالها بدار شباب حمام أطواقي. إذن تحية لسبقون اللي تكسروا واللي فازوا معنا، مثلا بحال مدرسة إبراهيم الروداني كانت لنا أمينة، مدرسة ذريع البنات، مدرسة فقيد التالي. اليوم معنا بعض المدارس اللي غادي نتعرفوا عليها من خلال المرشد ديالنا عمي صالح تبقى تحافظ عليه. إذا لابد من الشكر الجزيل للوالدين ديالنا اللي حاضرين معنا، الساتة الأساتذة اللي حاضرين معنا، رجال الصحافة اللي حاضرين معنا، رجال الصحافة اللي حضر معنا، وكذلك وزارة التربية الوطنية اللي هي أعطتنا هذا الاتصال بجميع المدارس، والمدارس اللي هما تختاروا في المرحلة الأولى كانت مدرسة إبراهيم الروداني، مجموعة مدارس المبادرة الخاصة، مجموعة الأبواز الخاصة، رواد جمعية من أجل التنمية والأعمال الاجتماعية اللي فازت هي مجموعة مدارس المبادرة الخاصة. والثانية المرحلة الثانية كانت مدرسة لالا أمينة، مدرسة تريع بنات، مدرسة الفقيه التاديلي، رواد دار الشباب البريجة، واللي فاز هو مدرسة الفقيه التاديلي. واليوم نتعرفوا على مع بعض المدارس اللي معنا هنايا، وقبل ما نتعرفوا عليهم نشرحوا اليوم هذه المسابقة الثقافية. المتسابقين اللي كيمثلوا المدارس هما ثلاثة هنايا، وكاين رواد دار الخشبة، رواد جمعية أو حمار فطواكي. خدنا من هنايا واحد واحد اللي غادي يكونوا يجاوبوا، إذا ما جاوبوش التلاميذ ديال المؤسسة أخرى. وهنا راه ما كاينش مسابقة، راه كنا كيف كيف، وهي ثقافة عامة خصنا كنا نفهموا أش كيدور. إذا هذه هي اللعبة. إذا المسابقة الثقافية، المسابقة الثقافية غادي يكون في داتا شاو في الشاشة الكبرى، ياك؟ غتختاروا رقم. اشرحها أستاذ. إذا المسابقة كتكون من 30 سؤال. عندكم الاختيار تختاروا رقم، وهناك مجالات مختلفة في الثقافة، في العلوم، في التربية الإسلامية، في الاجتماعيات، في اللغة. ومن ضمن الأسئلة هناك مشاركة المجموعة أو مشاركة المدرسة، تقدم لنا شي أغنية أو شي نشيد، وهناك تقليد لبعض المهن أو بعض الحيوانات اللي غتجي فيه التقليد، كياخذ واحد البطاقة وكنعطيوه اشنو غيقلد، وكيمثل لصحابو داكشي اللي غادي يقلد. هما غادي يجاوبوا، اذا جاوبوا صحيح عندهم 10 نقاط، جاوبوا خطا عندهم 0 نقطة. اذا على بركة الله من واخا خويا بركة الله غادي نشوفوا النقاط. يلا لا لا لا. مدرسة المقاومة ها بلاصتا، ورئيسة او رئيس المجموعة تمشي ليه. مدرسة المقاومة، مدرسة المقاومة عندنا فيها رئيس المجموعة أنس شرحون، دنيا أخاز، وحسام فايز إلى فرقة المجموعة. مدرسة المركزية السعدية العاطري، رئيسة المجموعة ياسين بن هرمان وزينب خير. ومدرسة محمد السادس أيمن قبال المهدي السوني وآية الفضيلي، ورئيس اللجنة وهو أيمن قبال الوسط، خليج الوسط أيمن قبال. واخترنا لغادي يمثل دار الشمال حمان الفطواقي من المؤسسات الثلاثة معنا مجدة صبان، محمد التويني، وحسين فايز. حسين فايز لا 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 احنا كنا كيف كيف ما بغيتش نسمع هذا. ومعنا اللي غادي يكون في التقياد وهو هو تلميذ اسم سعيدم، شعب سعيدم عمي صالح. عمي صالح هادو اللي كتكلم عليهم باقي مخلوعين خايفين، هذا ماشي امتحان. هذا شكون هادو خايفين كيبانو لي هادو التلاميذ؟ هادو كلهم خايفين. هادو
شوف الرقم كتختاروا، اختاروا الرقم 8. لغز لغز، فكر فكروا مزيان. الذكاء لغز يقول والدان وابناء ذهبوا للصيد فلم يصطادوا الا ثلاثة ارانب، وعاد كل واحد منهم ومعه ارنب، كيف ذلك؟ والدان وابنان مشاو الصيد، والدان والدان جوج الاب والام وابنان مشاو الصيد فلم يصطادوا الا ثلاث ارانب، خذوا ثلاث ارانب وعاد كل واحد منهم معه ارنب، كيفاش هاد الشيء؟ هاد اللغز. يلا فكروا، واحد اثنان، عندكم البطاقات، بقي عندكم بطاقات تغيير اسوان، ولكن غنجاوبوا على الذي غنشوفوا. جد وابن، هذا عجوز زيد بس قسم واحد، قسم واحد شنو هو؟ الجد وابنان. الجد، نشوف الجواب، شوف الجواب، شوف الجواب، على الجواب، نشوف الجواب، يلا زيد هذه زيد خلاص، ونقول الحقيقة. لا خليه خليه. جواب صحيح. كيقول لك يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، ياك تبارك الله سبحانه بهذا راه غير كيمثلوكم، حنا دابا قلنا كيف كيف، إذا الجواب الثاني هذا الذكاء يخدم، فهذا الوالدان والإبنان شاو الصيد، صادوا ثلاثة الأنانيب، عاد كل واحد منهم ومعه هذا كيف ذلك؟ وصفر نقطة لمدرسة محمد السادس. السؤال غير السؤال عمي صالح، بلات بلات بلات. لا باقي باقي لا باقي لا باقي باقي لا باقي باقي، خطأ السؤال، خطأ، غادي يبدلوا السؤال، ها الورقة ديالهم جوكر. السؤال أيضا لغز مزيان، السؤال هو تغير، له أربعة أصابع وإبهام وليس بلحم أو عظم، ما هو؟ هذا الشيء شيء واحد الشيء عنده أربعة ديال الأصابع وعنده إبهام زين، هو ماشي عنده لا لحم لا عظم لا حتى شي حاجة، ما هو؟ واحد جوج ثلاثة. بقي عندك واحد حادث، لا ما يمكنش ما يمكنش ما عرفتوش، إذا تنمر خفاش خلينا بالدارجة، الدارجة شنو تقولوا لها؟ ليغا وقع الخفاش، قفاز قفاز، جواب صحيح قفاز، لا ماشي صح تليم، القفاز هما اللي قاد هما اللي قاد. إذا صفر صفر نقطة لمدرسة محمد السادس، الجواب هو القفاز اللي قاد ديال محمد السادس صفر، أو محمد السادس صفر. إذا قبل ما ندوزو للترشيح الثاني ونرجعو لآخر أجوبة، عندنا المقاومة 20 نقطة، محمد السادس 30 نقطة، المركزية 20 نقطة قدم المقاومة، وغادي نشوفوا ثاني من بعد كيفاش غنديروا، وغندوزوا للتنشيط وغنرجعوا المرحلة الأخيرة. لا ماشي دابا، تيديروا التنشيط شوية وندوزوا. لا لا سي رشيد، ديروا السؤال، ديروا السؤال عاد وجود التنشيط، ديروا السؤال، ديروا واحد المرحلة ديال الأسئلة، ديروا مرحلة أخرى واخا. إذا باش
نطولوش باش ما نكثرش عليكم، ندوزوا المجال شويه ديال الانشطه التنشيط. عفوا عفوا. اذا غادي نروح نشيد زوين، عرفتي علاش؟ انتم رجال الغد، ثم تقول لي نحن رجال الغد. انتم رجال الغد، انتم براعم الامل، نحن مازال انتم رجال المستقبل، انتم براعم الامل، يا غالية الفوق فوق شوفهم، يلا كل شيء فوق. Thank you.
عنده كنا حالتنا خيرة. إذا لا بد كنا قلنا الشكر الجزيل لوزارة التربية الوطنية وكذلك إلى إدارة دار الشباب دار الشباب وإلى الوالدين اللي حاضرين معنا والأساتذة اللي حاضرين معنا والتلاميذ اللي حاضرين معنا والمديرين اللي هما ساعدونا باش جمعنا هاد الشمل ديال هاد الوليدات اللي كنتمناو ليهم إن شاء الله مستقبل زاهر. غادي ندوزو نبداو نتعرفو على الوطن دار الشباب في مرسوا أكيد فيها النجدة صبان محمد التومي حسين كيسي ومتخرج من القاعة اللي كيمثلو وتجاوبوا على السؤال ولكن ما نشاركيش معنا اللي مشاركين مدرسة محمد السادس اللي فيها أيمن قبال ورئيس المجموعات مهدي الصوفي وآية الفضلي وكذلك معنا هيثم جبارة اللي هو كيقيد الرقم ومتبع معنا هنايا معنا مدرسة المركزية اللي فيها السعدية العطيري وياسير هروال وزينب غرير وكذلك مدرسة المقاومة اللي معنا أنس شرحون دنيا أعاز وحسن أكاز بلي أكاز وحسن فيس وخلي بدأ المرحلة الأخيرة من مدرسة المقاومة عشر مرة من تختاروا 15 سي عبدة 15 ما في عامة السؤال يقول هو أطول نهر في العالم نهر الأمازون نهر ميسوري نهر النيل أم نهر البيكون أطول نهر في العالم أمازون النيل ميسوري ولا البيكون الجواب لي قالوا نهر النيل وغتشوفوا رواد دار الشباب حمار فطواكي اش كيقولوا لي انهم هما غير كيصحوا لينا كتشوفوا نهر النيل نهر النيل والجمهور اش كيقول الجمهور كيقول امازون وغنشوفوا السي عبادة اش غادي يعطينا نهر النيل نهر النيل عشرة نقاط للمقاومة خلفها والان مدرسة المركزية ورئيسة اللجنة السعدية العطيري عشان من رقم اخترته 25 سي عبادة 25 مدرسة المركزية قنبلة قنبلة كيضيع كيضيع مدرسة المركزية كيضيع لها 10 ضرب على 10 وغندوزو مدرسة محمد السادس قدروا الرقم 28 28 تقليد تقليد وهنا غندوزو الورقات اللي عندنا ونشوفوا واش غادي يقلد لينا يلا تفضل رئيس المجموعة السي أيمن قبال أيمن قبال غادي ياخذ ورقة من هنا خذ ورقة وغادي يشوفها ما يشوفوهاش أصدقاء ديالك وغادي يقلد على حسب الورقة اللي خاض وهم غادي يجاوبونا وحنا غادي نقولوا من بعد يلا قلد وريهم دير التقليد ديال هاد الشخصية اللي جئنا يا ما تزربوش ما تزربوش ما تزربش تفاهم مع المجموعة ديالك شوف عاود شوف عاود شوف عاود وليدي من الأول سير وخلق الوسط الوسط يلا شوف لي جاوبتي غير ناخذها هالمره ما نبقاش نقص تتفاهم مع الصديقه ديالك اللي حداك هو عطاك الجواب ساليت يا ولدي واحد جوج شكون مختاري مختاري ماشي مختاري اجي 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 اشنو فرصه للجمهور غادي نشوف رواد دار دار الشباب حمال فطواكي اش كان كيعمل ها عطاه هو يقلد لا هو دار السؤال ها صالح عطاه هو يقلد لا ماشي خيار ماشي خيار ها انت قال لك حتى شي حدا طبيب قلد الطبيب نوض قلد الطبيب نوض نوض قلد الطبيب يلا باش يعرفوها يلا قلد الطبيب
ممتاز. كان كيخيط ليه كرشة. أو افتح ليه كرشة. على التطبيقات مدرسة محمد السادس صفر، محمد السادس صفر، محمد السادس صفر. وغنبداو محمد السادس باش نكملوا المرحلة ديالنا دورة. اش من رقم غتختاروا؟ اختاروا يلا سيرفيو خلاص. 10 اختاروا 10، رقم 10 10 اش عنده؟ في مجال الرياضة. 10 في الرياضة. متى فاز المنتخب المغربي بكأس افريقيا للأمم؟ 1976 1977 1976 سؤال كيقول متى فاز المنتخب المغربي بكأس افريقيا للأمم؟ 76 72 79 78 سكوت سكوت. لا راه باقي عندنا جوج مجموعات خصهم يجاوبوا. الله يرضي عليكم. 1972 قالوا المجموعة ديال مدرسة محمد السادس، وجواب اللي رواد دار الشباب مطواكي. السؤال الرابع كتقول 78، انت مختلف عليهم، انتم مختلفين عليهم، والجمهور دابا جبتو 1976. غنشوفوا جواب عند السي عبادة. هما شنو قالوا؟ ني 76 72. اشوف الجواب عند 72 واش صحيح ولا خطا. صحيح جواب صحيح. جواب صحيح 1974. اشوف والآن مع مدرسة المركزية رئيسة المجموعة السعدية العطيرية، أعطيني الرقم اللي اخترتي. اختاروا الرقم 4 4 4 اش كيقول؟ اسكت اسكت دابا. هاد السؤال هذا معاود 1-1. في مجال العلوم نشاط علمي، ما هو لون اللون الاخضر او الاحمر الازرق الاخضر الاصفر؟ والجواب لمدرسة المقاومة النقاط. ذو المرحلة الأخيرة غادي ندوزو مرحلة أخرى، غنزيدو مرحلة أخرى. والآن مع
بديت بكم انتم الاولين. غادي نمشي نبدا بالمدرسه المركزيه. المدرسه المركزيه اش من رقم؟ الرقم 12. تفاجئ الرياضه. الرياضه من هو افضل لاعب في افريقيا سنة 1986؟ شكون هو افضل لاعب في افريقيا سنة 86؟ لا 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 رقم واحد بادو الزكي. غادي نشوفوا مجموعة رواد دار الشباب حمار الفطواكي. بادو الزكي الجمهور اش كيقول؟ بادو الزكي. شوفوا واش عندنا بادو الزكي. مع 10 نقاط للمركزيات في قاتلها. غندوزو للمقاومة. اشنو هو الرقم اللي غادي تختاروا؟ اولدي اولدي اجينا السي انس. انس غادي ياخذ ورقه وغنشوف واش غادي يقلد. خذ ورقه قرا فيها انت بوحدك ولا ما تشوفهاليش. وقف وقف وشوف الشخصيه اللي غادي تدير. تخيلها وقولها لصحابك. يلا تقليد سكوت وسكوت واش غادي يقلد. صافي شكرا. اش من رقم؟ رقم 8. رقم 8. رقم 8 اش كيقول؟ هذا الرقم 24. نشيد أو أغنية أو نكتة أيما القبال. تفضل أيما القبال. عمي صار هذه معاودة معاودة. ياخذوا رقم آخر. ياخذوا رقم آخر. معاودة تدرس كبيرة. تدرس تدرس كبيرة. خذ رقم 14. ما هو أصلب عضو في جسم؟ هل هو الأسنان؟ الجمجمة؟ الشعر؟ أو الأظافر؟ أشنو هو العضو الأصلب في جسم الإنسان؟ قالوا الجمجمة. جمجمة 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 جمهور جمجمة 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 شهور خطا خطا. وش هو صحيح؟ جواب صحيح عند المتلمم. الشعر. أظافر. القهوة. أسنان. من القهوة الأسنان. أسنان هم اللي إذا الأسنان هم اللي لقصهم. إذا كملنا جولة وغادي نعودوا الأخيرة. الجولة الأخيرة باش نشوفوا لأنهم مقدمين. غادي نبدا المدرسة المركزية. حيدي أنا الأرقام اللي سي عبادة. أرقام اللي مرة شوفي الأرقام اللي مرة. سي رشيد تنشيط.
50 مقاومة شحال عندها؟ 50 محمد السادس شحال عندها؟ 30 والمركزية شحال عندها؟ 30 المركزية ومحمد السادس غادي نشوفوا شكون هما بيناتهم جوج غادي نخليو سؤالات بيناتهم ومن بعد غندوزو للعبة أخرى إذا بقاو متعادلين باش تشوفوا الأول والثاني والثالث لأن الوقت كيدهمنا غادي التنشيط السي عبادة يلا يلا نشيط شوية وندوزو المقاومة